بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات رمضان، واليوم سنتكلم إن شاء الله عن موضوع الإسهال. هناك مجموعة ديال الناس اللي كيعانيوا من مشكل الإسهال في هذا الشهر المبارك. المشكل ديال الإسهال كتكون هناك فيه لخبطة فيما يسمى بالطبق الأول من الطبقات الموجودة في الأمعاء الدقيقة، ألا وهو طبق ديال الميكروبات النافعة أو لا ما يسمى بالميكروبيوت. فلما يكون هناك يعني مشاكل في الميكروبيوت أو لا كذلك مشاكل في الطبق الثاني ديال الجهاز الهضمي اللي هو المخاط، او لا في الطبق الثالث اللي هو الطبق الفيزيائي، هذه الاماكن لما كيكون كتصيبها لخبطه من خلال السموم اللي كيكون اللي كتقيسها، كيكون هناك تخلص من هذه السموم عن طريق الاسهال. تخلص من السموم عن طريق الاسهال، اشنو الجواب ديالو؟ وهو انه يجب علي ان يعني اتخلص من السموم اللي كاينه في الدات ديالي كليا. فلما تشوف راسك بانك دخلتي في العمليه ديال الاسهال، ما توقفش الاسهال بالاستعمال ديالك ديال شي ماده كيف ما كانت غذائيه او لا دوائيه وتوقف ذاك الاسهال. فالاسهال شنو هو؟ انما هو وسيله من الوسائل ديال اللي الجسم بدا كيحاول انه يتخلص من دوك المشاكل اللي كاينه فيه داخليا، يتخلص من ديك السموم اللي كاينه فيه داخليا. وبالتالي لما كيكون هناك الامكانيه ديال التخلص، ماشي تجيو انت في الاخير وتقول ليه لا ما كتفهم والو، غادي نبلوكي هاد سميتو هاد الاسهال اللي كنعاني منه لانك برزتيني بقوه الخروج خرج خرج الطواليت. لا، هذاك الخروج ديال الطواليت المسترسل كيعني بمعنى انه ان الجسم ديالك راه عامر بالسموم والجسم بغى يتخلص منه. فحاول تعاونه. باش غادي تعاونه؟ بانك تاخذ الاشياء التي تعين على إزالة السموم. وشنو هي الأشياء التي تعين على إزالة السموم؟ أول شيء وهو شربك الليتيزان، والليتيزان اللي هي مهمة، الشاي الأخضر، فهو مفيد ومفيد جدا لإزالة السموم من الجسم ديال الإنسان. كذلك البابونج كيلعب دور في إعانة الجسم من إزالة السموم. كذلك ما يسمى بالقشور الرمان، فهو مفيد للجسم الإنسان. والشيح مفيد كذلك للجسم الإنسان. وممكن كذلك من خلال هذه الأشياء اللي تكلمنا عليها نعاونوا الجسم على أنه يتخلص من السموم اللي كاينه فيه. وباش نجمع الكرش ديالي أو لا باش نحبس شيئا ما هذاك الماء الداخلي، غناخذ العرقسوس، فهو من الأشياء المفيدة واللي كتخلي الماء غير الماء فقط اللي كدير له روتونسيون، مي السموم كتبقى دائما كيتم الخرج ديال الإخراج ديالها والدحر ديالها. وممكن كذلك ناخذ الخزو، فهو مفيد جدا للناس اللي عندهم الإسهال. ممكن ناخذ كذلك الخروب، فهو من الأشياء المفيدة للناس اللي عندهم الإسهال، وخاصة في هذا الشهر المبارك ديال رمضان اللي حنا خص يبقى عندنا لو ماكسيموم ديال الماء في الجسم ديالنا. نعاونوه في اليوم الأول، نعاونوه في اليوم الثاني، نعاونوه في اليوم الثالث أنه يرمي ذاك السموم، ولكن في الوقيتة ديال الإفطار نشرب لو ماكسيموم ديال الماء. عندي القاعدة ديالي اللي هي 30 مليلتر ديال الماء في كل كيلو. كنوزن مثلا 60 كيلو، كنضرب 30 في 60 وكنشوف شحال ديال الماء اللي خاصني ونشربها. وإلا شربت هذا الكم هذا كون على اليقين أنه راني عطيت الجسم ديالي الكافي، وما غيكونش عندي ما يسمى بإون ديزيدغاتاسيون، وما غيكونش عندي جفاف في الذات ديالي، وما عمري ما غنخاف بأنه هذاك الإسهال غيقدر يسبب لي مشاكل ديال نقص في الماء في داخل الجسم ديالي. كما أقول لكم دائما الجسم ذكي، في الوقت اللي كيشوف عنده نقص من واحد الحاجة كيمشي يحاول يجبدها من الجسم ديالو. فلما كيكون عندنا نقص في المياه كيمشي ياخذ الماء من الداخل ديالو، كيحلل واحد المجموعة ديال الدهون، كيحلل واحد مجموعة السكريات، كيحلل واحد المجموعة البروتينات، والنتيجة كيعطيني الكافي من الماء اللي نقدر نعيش به الحياة ديالي ونعيش به اليوم ديال الصيام ديالي بدون مشاكل. لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين.